خيرواني للصحة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس على امتداد 120 دقيقة من بثنا المباشر، تكون تحقيقاتنا وحواراتنا صحية طبية بامتياز. وهو القائل: لا قد لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير. العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون. تتسيت سومير سومير. اليوم كالعادة في نفس الروبريك اللي استنستوا بهم أجندة سانتي شيفر سانتي، وسحكي لكم زيادة على منظمة الصحة العالمية تحذر من مرض قاتل في أوروبا، وباش نحكي لكم على كوادنا في سانتي وين فريق بالهيئة الوقائية الأمريكية تحذر من تناول الأسبرين اللي عمرهم أكثر من 60 سنة. علاش وكيفاش؟ هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية. ما تنساوش زيادة اليوم دكتورة هاجر كشوح مش تكون ضيفتنا أبارتير من 11 حتى النص النهار في ألو دكتور. الحبوب الكحلة اللي موجودة في الوجه، علاش كيفاش شنو الأسباب؟ هذه موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل على 93 وعلى 3W راديو الحياة فهم .net. هذه إذاعة القيروان للصحة، راديو الحياة فهم. هذا باش يكون موضوعنا من بعد شويه مع طبيبه المختصه في الامراض الجلديه الدكتوره هاجر كشوخ. الو دكتور. 186 مليون فرد في العالم يتعايشوا مع مشكل العقم حسب لوميس، هذا في شيفر سانتي. شيفر سانتي. العقم يصيب الجهاز التناسلي سواء لدى الذكور والا الاناث، ويعرف على ان العجز عن تحقيق الحمل بعد مرور 12 شهر او اكثر على ممارسه الجماع بانتظام وبدون وسائل حمايه. ويؤثر العقم على ملايين الاشخاص اللي هما عندهم سن الانجاب في شتى انحاء العالم، ويخلف اثار على اسرهم ومجتمعاتهم المحليه. وتشير التقديرات الى وجود عدد يتراوح بين 48 مليون زوج و186 مليون فرد في العالم ممن يتعايشون مع مشكل العقم. ومن الشائع جدا ان ينجم العقم الذي يصيب جهاز التناسلي لدى الذكور عن مشاكل تلحق بقذف السائل المنوي او انعدام الحيامن وتدني مستوياتها وتشوه شكلها وتاثر معدل حركاتي. هذه كانت شيفر سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، بعد شوية أجندة سانتي كود نف سانتي، هذا وأكثر يستنى فيكم في ساعتكم الأولى من سانتي 5.0. 30 دقيقة بعد العشرة بتاع الصبح، أهلا وسهلا بكم الناس الكل على رجل حياة فهم. سانتي 5.0. لي بوان نوار اللي موجودين خاصة في الوجه وخاصة في الخشم، شنو حكايتهم؟ كيفاش يتكونوا؟ كيفية العلاج والوقاية؟ هذا أكثر باش يكون موضوعنا مع الدكتورة هاجر كشوخ، أخصائية في معالجة الأمراض الجلدية. في ألو دكتور. ألو دكتور. سينو باش يكون حديثنا على سيكل دو فورماسيون براتيك تحت عنوان إيكوغرافي كلينيك أون ميديسين دورجونس. أجندا سونتي. هذا من تنظيم الاسوسياسيون دي ميديسان دو فامي دو سفاكس وسوليجي دو لا فاكولتي دو ميديسين دو سفاكس، باش يكون فامي سيسيون دو سيكل دو فورماسيون براتيك تحت عنوان ايكوغرافي كلينيك اون ميديسين دورجونس. نعاود نذكركم لي سيمينار باش يكونوا اون دو ويكاند، الويكاند الاولاني نهار السبت 21 ونهار 23 ماي 2022، والويكاند الثاني باش يكون 28-29 مي 2022. بور بلوس دانفورماسيون ونتلقاو بور لي زانسكري تدخلوا على الباج وفي سيل فيسبوك راديو الحياة فهم، ويمش تلقاو ليا ويمش تلقاو حتى الارقام اللي تنجموا تتصلوا بها فيما يخص هذه لا ديزيام سيسيون دو فورماسيون تحت تيم ايكوغرافي كلينيك اون ميديسين دورجونس. ذكركم البوبليك سيبل نتاعنا هو باش يكون لي ميديسان جينيراليست ولي ميديسان دو فامي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة فهم، بعد شويه باش نحكي لكم على اخر الدراسات في كيفيه معالجه العقم، هذا واكثر بعد بشويه. دقيقه استنستوا بيا جرون ميرسي لي زوديتور اللي كل ما سألوا فينا ونحاولوا نجاوبوهم على اسئله يطرحوها لنا. طرحت علينا السؤال شو ما لي بوان نوار هذوما خاصه يكونوا في الخشم اختيرين والا لا، كيفاش يتكونوا؟ اسئله باش جاوبنا عليها دكتوره هاجر كشوخ طبيبتنا واخصائيه في الامراض الجلديه. في الو دكتور. الو دكتور.
اليوم فريق بحث أمريكي يقدم دراسة واستعمل تقنية جديدة للقضاء على مرض العقم. هذا باش يكون موضوعنا في كواد نوف سانتي. كواد نوف سانتي. التطور الكبير اللي حصل في مجال طب الانجاب جعلنا نجد حلول طبيه لاكثر من 80% من حالات العقم عند الرجال، ولكن لا نزال اليوم نقف عاجزين عن المساعده على الانجاب عندما يكون الزوج غير قادر تماما على انتاج الحيوانات المنويه، وهو ما يسمى بفقد النطاف الكلي، وبالتالي نشخص الحاله كعقم نهائي غير قابل للعلاج. فقد النطاف الكلي يصيب تقريبا 1% من الرجال، وسبب الرئيسي خلل جيني يتسبب في إعاقة أحدى مراحل انقسام الخلايا الأمشاج، وبالتالي التوقف التام والنهائي عن إنتاج الحيوانات المنوي. وين قام فريق بحث أمريكي مؤخرا باستعمال تقنية الحمض النووي المرسيل اللي استعملناه للتلقيح ضد الكورونا، ولكن هذه المرة لصناعة البروتين المنقوص بسبب الطفرة الجينية المسببة للعقم. عملية الحقن تمت في خصية الفئران اللي وقعت عليها التجربة، وكان نجاح باهر، ويتمكن تلك الفئران من إنتاج حيوانات منوية عادية نتج عن حمل الإناث المرافقة لهم. هذا النجاح يفتح باب كبير من الأمل في العلاج الجيني في السنوات القليلة القادمة للعقم عند الرجال وكذلك عند النساء اللي تحمل نفس الأنواع الخلل في إنتاج البويضات، حيث يكفي القيام بتشخيص الجين الحامل للطفرة المسبب للعقم ثم حقن المصاب في الخصية أو في المبيض بالحمل النووي المرسيل الخاص بذلك الجين، فيتم إصلاح الخلل بإنتاج البروتين السليم خلال مدة قصيرة كافية لإنتاج الحيوانات المنوية أو البويضات اللي تستغلها للقيام بعملية التلقيح. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم نسكول على راديو الحياة تفا. بدنا نقلبها قلب قلب سانتي 5.0 ليفوان وار. هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية بارتير من 11 حتى نص نهار مع الدكتورة هاشر كشوخ في ألو دكتور. ألو دكتور. منظمة الصحة العالمية بآخر التحقيق كانت حذرت من ارتفاع مستويات السمنة في أوروبا، وهذا ينظر بالخطر. أكثر تفاصيل في زوم سانتي. زوم سانتي. وإن أكدت المنظمة أن معدل الأشخاص اللي يعانيوا من السمنة وزيادة الوزن في أوروبا وصلت إلى نسب وبائية، مشيرا إلى أنه ما يقارب عن 60% من البالغين وثلث الأطفال في أحدى هذه الفئات. وأوضح المكتب الأوروبي التابع لوماس في تقرير صدر نهار الثلاثاء أنه انتشار السمنة من بين البالغين الأعلى في جميع أنحاء القارة من أي منطقة أخرى في العالم باستثناء الأمريكتين. وأشار التقرير إلى وجود زيادة مستمرة في انتشار زيادة الوزن والسمنة بالمنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه لا توجد دولة عضو على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف وقف ارتفاع السمنة بحلول عام 2025. وقالت منظمة الصحة العالمية أن زيادة الوزن أو السمنة من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة، وهي مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة كل عام وفقا لنفس الوكالة. وحذر العلماء منذ فترة طويلة من أن الوزن المفرط يزيد بشكل كبير في خطر الإصابة بعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي، السكري، وما لا يقل عن 13 نوع من السرطان، كما أنه عامل خطر الرئيسي للإعاقة. هذا وكان كتب مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا أنه خلال جائحة كوفيد-19 شهدنا التأثير الحقيقي لوباء السمنة. كانت هذه سوم سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم ونوصل صوتنا على www راديو الحياة فام بوانيت سينو على 93. هذه إذاعة القيروان للصحة، إذاعة الحياة فام. قيروان للصحة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فام نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.